قالت مدير منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قالت إن البنك هو الشريك الأساسي لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنطقة وبمنصة نوفي، والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء خلال 5 سنوات قادمة. أضافت أن الدعم المقدم إلى منصة نوفي ينقسم إلى 1 مليار دولار لمشروعات طاقة الرياح الجديدة والتي ينشئها القطاع الخاص، و300 مليون دولار لتحسين شبكات الطاقة الحكومية من خلال تمويلات طويلة الأجل لتوصيل شبكات الكهرباء. أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية للنفط اعتزامها استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات، لا سيما الغاز الطبيعي. أضافت الشركة أن هذه الاستثمارات سوف تساهم في تحسين أمن الطاقة وإمداد السوق العالمية بشكل موثوق، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من 7 مليارات دولار لمشاريع التكرير والبتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي. تباينت مؤشرات أسواق المال الخليجية في ختام تداولات اليوم مع استقرار أسعار النفط في آخر تداولات رسمية. وفي السعودية ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.5%، أما في الكويت فقد صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37%، كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.37%. في المقابل تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.72%. انتهت هذه الوقفة الاقتصادية. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى مع ريهام ودينا. شكرا لك مصطفى ميزار.